نحن من فرنسا إلى بريطانيا. يبدو أن الإرهاق داهم الملكة البريطانية كاميلا بعد إصابة زوجها الملك تشارلز بالسرطان. الملكة البريطانية تفكر في أخذ إجازة، خصوصا وأنها أصبحت مكلفة بأداء الواجبات العامة وحضور المناسبات بدل زوجها الذي يخضع لفترة علاج حساسة. لذلك تفكر الملكة بالسفر وقضاء وقت مميز مع العائلة. يعني صراحة ربنا يعينها، هي كمان بالعمر يعني أكثر من كم 70 عاما، فبالتالي صحيح. هي بحاجة لراحة، والمهام أصبحت لها وحدة يعني من حقها. يعني أنا أحس أنه هذه السنة ليست سنة العائلة الملكية في بريطانيا. صحيح. يعني من اختفاء كيت ميدلتون من خلينا نقول من الكريسماس من نهاية ديسمبر إلى الآن، والحالة الصحية الغريبة اللي لسه ما وضحوا تفاصيلها اللي مرت فيها، ومرض الملك تشارلز وابتعاد برنس هاري كمان، هذه كمان مشكلة أخرى يعني. أثره أتمنى تتحسن الأمور عندهم إن شاء الله.